تسيطر على غضبك ازاي داخل البيت؟ هو انا بحاول يعني السيطرة على الغضب دي تبقى على حسب نوع الزعل او نوع المشكلة اللي بتحصل. في مشاكل ممكن الواحد البني ادم مع ضغوط الشغل وضغوط الحياة بتعدي، يعني بتعدي مثلا ان انت ممكن تتضايق تتنرفز او كده تحصل تنشنة، بس لكن انا لو في حاجة مثلا ممكن استعيذ بين الشيطان واحاول اهدى، او احاول انزل مثلا اروح اقعد مثلا على كافيه، اروح اقعد هنا 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 لحد ما الدنيا تهدى وابدا ارجع تاني. والله بحاول ان احل الموضوع ان انا فاهمها غلطها تمام كده، يعني لو هي ما استوعبتش الغلط بتاعها بحاول ادخل والدها والدتها كده والغلط بيتحل. ممكن كلمه اقول له كلمه انا اسفه مثلا حقك عليا مش هعمل كده تاني، لو هو بقى اللي مزعلني فكده هو لازم يرضيني. هو ممكن مثلا تاخد موقف مثلا، يعني تاخد لك مثلا موقف يوم او حاجه زي كده لغايه زي ما انا قلت لحضرتك الامور تستقر شويه وبعد كده الدنيا بتهدى. يعني كده النفسيه كويسه بقدر اتعامل معها واخلص المشكله بنفس اللحظه، لكن لو المشكله شويه معصبه الله سبحانه وتعالى قال فهجروهن، ولكن الهجر مش المقصود بالهجر انك بتهجرها فتره طويله، ممكن تاخذ بخاطرك يعني يوم ولا يومين ولا ثلاثه كده. انا نفسي بسيب البيت وامشي اقعد شويه مثلا بره ساعتين ثلاثه اربعه وارجع واخد جنب شويه وبعد كده نبدا نتكلم وكده. يعني احاول اصالحها باي طريقه، يعني ممكن اجيب لها هديه وانا مروح مثلا جاي من الشغل اجيب لها هديه، اجيب لها ورد مثلا، احاول اظبط الدنيا. يعني طالما احنا بنحب بعض هتلاقي الموضوع سهل يعني.